التناسب الطردي. إذا ولا زلنا في قلنا يمثل ثابت التناسب معدل الوحدة للعلاقة. نكتب قلنا بالأول نكتب بالجدول نبين إنه إذا x وy متناسبان طرديا ثم نجد ثابت التناسب لكاف. الآن نكتب معادلة التناسب الطردي ثم نجد القيمة المجهولة في الجدول y تساوي 8x. نكتب المعادلة التناسب الطردي y تساوي 8x، نعوضها 8 10 x نعوضها وعوض 10 يعني مكان x، إذا تساوي 80. هذا هو الناتج. نأخذ مثال آخر من الحياة يمثل هذا الجدول التالي علاقة تناسب بين عدد السيارات في محطة غسيل السيارات والمبلغ المستحق مقابل تقديم الخدمة. كما نرى يبين السؤال مطلوب منا أبين أن عدد السيارات والمبلغ متناسبان طرديا ثم أجد ثابت التناسب كاف. إذن المبلغ كما نرى الجدول عدد السيارات 5 المبلغ 20 دينار، عدد السيارات 10 المبلغ 40 دينار، عدد السيارات 15 المبلغ 60 دينار، عدد السيارات 20 المبلغ 80 دينار. إذن نضع المبلغ على عدد السيارات ونقسمه 20 على 5 ثم 40 على 10 ثم 20 على 5 قسمتها 4، 40 على 10 قسمتها تساوي 4، 60 على 15 قسمتها تساوي 4، و80 على 20 تساوي 4. نقسم المبلغ كما نرى. إذا لاحظنا النواتج أنه جميع القيم ثابتة. إذا المبلغ وعدد السيارات متناسبان طرديا وثابت التناسب كم يساوي كما نرى 4. نأخذ مثال آخر أيضا كما أنه يمكننا إيجاد ثابت التناسب لعلاقة تناسب طردي كما نرى في تمثيله من خلال تمثيله لعلاقة تناسب طردي من خلال تمثيله بيانيا كما نرى هنا في الإحداث، وذلك تحديد قيم y عندما تكون 1 تساوي أو x تساوي 1 أو إيجاد معدل الوحدة لأي نقطة على التمثيل البياني. يبين التمثيل البياني المجاور العلاقة بين الزمن بالدقائق والسعرات الحرارية التي يحرقها شخص في أثناء ممارسة التمارين الرياضية كما نرى. تمثل أيضا سؤال يقول لنا أبين أن العلاقة تمثل تناسبا طرديا. طبعا تمثل علاقة تناسبا طرديا في التمثيل البياني المجاور علاقة تناسب طردي لأن النقاط الممثلة تقع على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. ثانيا بقول لك جد ثابت التناسب كاف. الطريقة الأولى واحد لإيجاد ثابت التناسب كاف أحدد قيم x عندما أحدد قيم y عندما x تساوي 1. إذا ثابت التناسب يساوي 10. 1 إذا ثابت التناسب في نقطة هنا 10. الطريقة الثانية أختار النقطة 22 كما نرى 22 ثم أجد منها ثابت التناسب كاف. أكتب كما يلي كاف تساوي y على x، أكتب معادلة التناسب الطردي أعوض y تساوي 20 و x تساوي 2 أعوض مكانها. إذا من هنا أخذناها ويعني وأقسمها تصبح أجد الناتج 10. ثالثا أكتب معادلة التناسب الطردي y تساوي 10 x كما نرى في هذا الرسم البياني.